طيب انا عايزه اتكلم بقى عن الاماكن اللي بيبقى فيها تجمعات اطفال وكده، لانه كان زي ما قلت لحضرتك من خلال الكام علامه اللي حضرتك وضحتيهم انها ان هم بيظهروا على الطفل والام ممكن تلاحظهم او الاب، حضرتك قلتي في النص كده ممكن يكون حد اكبر منه شويه في المكان المحيط بيه، هي الاطفال بتتحرش ببعض او حتى يعني مع مختلف اعمارهم، يبقى مثلا مدرسه فيها ابتدائي وفيها اعدادي وفيها ثانوي، فمثلا بتاع ثانوي ممكن يقرب لحد في اعدادي او يحصل اي حاجه. بتاع اعدادي ممكن يتحرش بحد في والله ابتدائي. انا مخي جايب عندي يعني قصص، ثانوي يمكن اقربه شويه من فكره انا مش عايزه ازعجكم المراهقه. قوي، بس عندي قصه لطفل في ابتدائي، بس سته ابتدائي اتحرش بطفل تاني في حضن في مدرسه ومدرسه ميكسد، وفي اثناء الفسحه طب ليه حاجه في على سته جنب. ابتدائي ايه هي ثقافته او ايه هي دماغه اللي خلته يفكر في حاجه زي دي وينفذها مع حد اصغر منه؟ هو فكره التحرش دايما ليه علاقه بالاثوريتي او السلطان، او ان انا ابقى قوي يا اما جسديا او بدنيا او عندي سلطه ما، زي المدرس مثلا، فالبنت مش بتقدر تتكلم لانه زي استاذ الجامعه، وعندنا قصص كتير قوي عن اساتذه جامعه اتحرشوا ببنات طالبات جامعيات بسبب ان هو استاذ الجامعه، هسقطك مش هطلعك من الماده، مشرف على رساله الدكتوراه. فبرضه طفل في خمسه ابتدائي او سته ابتدائي هتلاقيه بدنيا وجسمانيا اقوى شويه من طفل صغير. طبعا جايه منين الفكره؟ في مقوله تربويه مشهوره انجليزيه اسمها تشيلدرن سي تشيلدرن دو، يعني الاطفال بيشوفوا وبيقلدوا. بالظبط. ارجع للطفل الخمسه او سته ابتدائي ده، اشي اكيد شاف حاجه معينه، اكيد شاف مواد اباحيه، الاب والام او الاب بالذات اللي بيحط على موبايله مواد اباحيه او افلام، او الولد يفتح الدش او القناه يلاقي باباه منزل حاجات فبيشوفها، او شاف اي منظر، او حد صاحبه وراه حاجه. هل ممكن يكون اتعرض هو شخصيا لتحرش؟ او ده من ضمن الاسباب، او هو اتعرض لتحرش. انا في طفل قال لي طب انا اللي حصل معايا هعمله مع كل الاطفال. ففي اسباب كتير قوي ان هو اتعرض لتحرش او اتعرض لمواد اباحيه او مواد غير لائقه استفزته جدا او استثارته، فعايز اجرب الكلام ده. جربه مع مين؟ ما حد، لازم الاول اصغر مني ما يقوليش لا. فعلا كان في حادثه في متهيألي فتره التسعينات، كان في حد اسمه التوربيني وكان بيعمل كده في الاطفال لان هو كان حصل له نفس وبدا ينفذ الجريمه، يعني عمل كده في اطفال كتير للاسف، كانوا اطفال كتير. شوارع وقتها كان بينفذ معاهم الجريمه زي ما اتنفذت معاه بالظبط وهو صغير في المرحله العمريه اللي هي كانت وقتها من 11 ل 12 سنه. وفي 2012 او 2013 في حادثه شهيره للطفله زينه اللي كانت من بورسعيد او اسماعيليه، وحارس العقار ابن حارس العقار كان عنده 16 سنه اتحرش بيها، ولما حس انها قامت رماها من دور مرتفع يعني، فساعتها كان مش عارفين يحبسوه لانه اقل من سن القانون. فممكن المتحرش يكون طفل او مراهق او للاسف ممكن القانون. عشان كده لازم اوعي الطفل من اي حد، عشان كده ما بقولوش اوعى تخلي حد غريب يلمسك، لا انا بقوله اوعى تخلي اي حد، اي حد هيحاول يلمسني لمسه وحشه، فين اللمسه الوحشه اهي؟ فبعرفه الفرق، اللمسه الحلوه اللي بتطبطب، اللمسه الحلوه اللي بتشجع، لمسه ماما، لمسه بابا، لمسه الدكتور، وباين انها في اماكن معينه مش خاصه، اللمسه الوحشه مش بتريحني ابدا. طيب معلش يا دكتور ايمن، الشخص اللي عنده سلوك اجرامي، اجرامي طبعا متحرش وعنده سلوك اجرامي، ان هو هياخد الولد ده، يعني هياخد الولد ده يحايله بقى بشوكولاتايه، يقول له مش عارف، يعني يشوف، هو ساعات بيبقوا عندهم من الصبر ان هم يراقبوا الطفل ويشوفوا الحاجه اللي ممكن يحبها وتجذبهم ليه ويعملوها، او العكس يقوم جاي مهدده بحاجه بسلاح بتاع يخطفه. انت بتتكلمي على العنف، لو حد متحرش في الوقت ده الطفل لما هيصرخ او لما هيقول الحقوني او لما يقول ابعد عني او كده، هيضطر المجرم المتحرش اللي عنده كمان ميول اجراميه اكتر من التحرش ان هو يتخلص منه، وده برضو زي يعني زي ما ذكرنا زينه. طب ايه الحل؟ ده سؤال طبعا حساس جدا، كريتيكال جدا جدا. عشان كده انا عارفه التوعيه عباره عن ايه، عن وقايه خير من العلاج. فانا بدل ما استنى لما سن ضرسي يسوس هضطر غصب عني اروح عند الدكتور وهيوجعني، فانا اغسل سناني و اقي نفسي عشان ما اروحش عند الدكتور. فانا بشتغل على حته ايه، انا ما اقدرش طبعا اقول لطفل خلاص يعني في سلاح متوجه لي اقول له قاوم او لا، انا كل شغلي مع الاطفال انه ما يروحش اصلا. ايوه، ودي نجح، ما يسمعش كلام حد ويروح معاه ايا كان. يعني انا بكل صراحه، انا قبل ما اطلع الحلقه دي وهما بيكلموني انا كنت محبطه، ما كنتش عايزه اجي، وكتبت كده على فيسبوك ان انا مش عارفه هقول ايه تاني، ويا ترى هل صوتي بيتسمع يا نور؟ بتسمع. هل انا ممكن انقذ طفل؟ يعني لغايه لما جات لي قصه بين الوقت قبل ما اطلع معاكي، انه في ام بتقول لي بنتي خدت معاكي تدريب وحد حاول يستقطبها وهي قالت له لا.
لو كانت راحت معاه كانت البنت دي كنت ممكن بتقولي كده كان ممكن ما اشوفهاش تاني. فانا بشتغل على حته ان انا اوعي الطفل ما تروحش اي حد يقول لك طب حاجه حلوه. دلوقتي ما بيضحكوش على الاطفال بالحاجه حلوه، بيضحكوا على الاطفال بالموبايل ممكن الالعاب والالكترونكس لما يقولوا انا معايا لعبه مثلا او بلاي ستيشن انا عندي سباق الاخيره تعالى العب مثلا الاولاد بيتاخدوا فجاب لهم كده في السكتشات بجيب لهم موبايل وبجيب لهم اللي بتعمل انها دور متحرش او الولد تعالى لو جيت معايا في حته بعيده انا عندي بلاي ستيشن 5 فالولد يقول وطبعا بالذات لو محروم مثلا من حاجه او كده فانا بقول له ما بين اللعبه ماما اللي تجيبها لك الموبايل بابا اللي يجيبه لك وفي وقت نلعب الحاجات الحلوه اخدها من بابا وماما بس. فعشان انا ما اقدرش اضمن هيحصل ايه للطفل لما يروح مع المعتدي فباكد بصفه كبيره جدا ما تروحش معاه اجري هتلاقي الخطوات اهرب قول لا بصوت عالي واجري ده هو بيحاول يغريك لكن ما بتطرقش مع طفل انه مش هقدر اخوف طفل اقول له لو رحت مع حد وبقيت في اوضه لوحدك او في اسانسير لوحدك زعق هيعمل ايه ما خلاص بقول للطفل ما تركب انت عارفه في هنا بصي دي نقطه مهمه جدا لو الكاميرا قدرت تجيبها ماشي هتبقى ممتازه قوي اللي هو بقول فيها للطفل ما تركبش اسانسير مع حد ده مهم جدا على حاجتين اول حاجه البنات الكبار الحاجه الحلوه اللي انت قلتي عليها طبعا بدل حاجه حلوه ممكن تبقى موبايل هديك موبايل ونلعب ببجي او نلعب مش عارفه ايه كارز والحاجات دي فورتنايت والحاجات اللي بيلعبوها دي اوعى ليه انت في اسانسير في مكان مقفول ولد او بنت حتى لو كنت كبيره لو انت دلوقتي ركبتي اسانسير مع حد ومتحرك هتعرفي تعملي حاجه لا يمكن صرختي محدش هيسمع ولا يمكن يحصل يعني وطبعا ال 10 ثواني او ال 20 ثانيه دول كافيين ان هو يلمسها يبوسها يحاول يضايقها يشد هدومها فانت قاعده في مكان 30 سم هتعملي ايه فعشان كده بقول للطفل وبقول لمامته ما تركبيش ابنك الاسانسير مع حد بالزبط. لازم تبقي معاه يا اما ما يركبش مع حد ابدا اي تحت اي سبب من الاسباب انا وكبيره وفي الاربعينات من عمري ما ركبش اسانسير مع حد انا ما اعرفوش ليه احط نفسي في الموقف ده صح فعشان كده كل الفكره بتاعتي اويرنس يعني ايه وعي وعي صح ما تروحش فعشان كده لما بعرف ان في طفل ما راحش او قال لا انا ببقى متاكد ان انا انقذته انا متأكد.